هذا الأسبوع تم الإعلان عن القائمة القصيرة لجوائز الدولة المختلفة والتي سيصوت عليها في المجلس الأعلى للثقافة خلال اجتماعه 69 المزمع عقده يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 من مايو الجاري. الكاتب الصحفي الأستاذ طارق الطاهر رئيس التحرير السابق لجريدة أخبار الأدب ورئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة كانت له كثير من التحقيقات الصحفية حول جوائز الدولة وخاض العديد من المعارك الصحفية لضمان استقلاليتها وعمل لجانها بشكل أكثر فعالية، وبالفعل نجح في تغيير قانون الجائزة والكثير من اللوائح المتعلقة بها. معنا على الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ طارق الطاهر للحديث عن دوره في الارتقاء بعمل لجان وآليات جوائز الدولة. أهلا بك يا أستاذ طارق. أهلا بك يا دكتور. بداية، إيه تعليقك على قوائم هذا العام؟ إيه قراءتك ليها؟ الحقيقة أنا عندي قراءة مختلفة لقوائم هذا العام. الحقيقة أنه أنا هبدأ من الحقيقة انتهيت لي، هو الدور اللي قامت فيه أخبار الأدب خلال 30 سنة تغطية لجوائز الدولة. الحقيقة قبل أخبار الأدب سنة 93 كانت الصحافة المصرية بتغطي جوائز الدولة إنها بتنتظر إعلان النتيجة وثم يتم إعلان النتيجة والجرائد تكتب الأسماء ويدور خلاف حول حقيقة هذا الاسم أو ذاك. لكن الحقيقة أخبار الأدب عبر ممارسات طويلة سواء لي أو لزملائي بفضل يعني تشجيع الأستاذ الكبير الراحل جمال الغيطاني كنا بنخوض معارك حوالين مدى استقلالية هذه الجوائز، وأنا عملت حوارات كثيرة جدا وكنت الحقيقة بدور على القانون وكيفية تطبيقه. والحقيقة مثلا القوائم القصيرة اللي حضرتك بتتكلم عنها دي نتيجة من نتائج معارك صحفية طويلة خضناها في أخبار الأدب وخاضها زملاء لينا حوالين إنه في الأول كانت الأسماء تطرح كلها على المجلس الأعلى للثقافة، والحقيقة المجلس الأعلى للثقافة بيضم شخصيات كبيرة لكن مش كلهم متخصصين في ذات، كانوا أقرب للموظفين المعنيين بالتصويت. كان في جزء كبير منهم حوالي 20 صوت اللي هم كانوا قيادات وزارة الثقافة. وأنا أتذكر هنا حوار شهير أنا عملته مع وزير فاروق حسني في الوقت دوت، وقال جملة الحقيقة كانت جملة بالغة الأهمية، إنه قال جميع قيادات وزارة الثقافة يصوتون طبقا لرؤيتي. يعني معنى كده إن في 20 صوت كان طبعا يعني فما فيش ضمان للحياد والنزاهة، مفيش ضمان للحياد. لكن مع سنة 2017 تم إنه التصويت لا يتم التصويت لقيادات وزارة الثقافة، وبالتالي نزلنا العدد اللي بيصوتوا من حاجة و50 ل 32. المكسب الثاني هو فكرة القوائم القصيرة. القوائم القصيرة برضو لغاية 10 أو 15 ما كانتش موجودة، فكانت برضو بيصوتوا على كل الأسماء، فكل التخصصات صوت مثلا على الأدب رغم أنه أعضاء المجلس الأعلى للثقافة مش كلهم متخصصين في ده. فعملوا القوائم القصيرة أنه بيتم تشكيل لجان فنية، وهذه اللجان الفنية بترشح للمجلس الأعلى للثقافة ضعف العدد المطلوب للجائزة. يعني بمعنى أن جائزة الدولة للتفوق في الأدب على سبيل المثال 2، فاللجنة الفنية ترشح 4 بحيث أن المجلس الأعلى للثقافة يصوت على 4 ويختار منهم 2. وده اللي حصل السنة دي بالفعل. إلى أي حد تشعر بالرضا عن هذه القوائم اللي احنا بنتابعها دلوقتي على الشاشة؟ الحقيقة السنة دي ما عنديش رضا تام، لسبب أنه بعض اللجان الحقيقة كانت تحتاج إلى دقة أكبر في تشكيلها، لأنه حضرتك تعلم أكتر مني فكرة الزائقة الأدبية، إنه لما أنا أشكل لجنة الزائقة بتاعتها كلها قريبة من بعض فتديني قائمة قريبة من ذات الزائقة. فأنا من دلوقتي مثلا لو أنت معاك البتاع أنا ممكن أقول لك دلوقتي قبل تصويت المجلس الأعلى للثقافة 70-80% من اللي هيفوزوا بجوائز الدولة. وفقا لمعرفتك بالمصوتين. فأنت عارف إيه تفضيلاتهم أو ميولهم تجاه هذه الأسماء. والأسماء نفسها قريبة من بعض، يعني بمعنى إنه الأسماء نفسها بتنتمي إلى مدارس قريبة من بعض. فبالتالي أنا كنت شايف إن ده عيب أساسي السنة دي الحقيقة في القوائم، وده الحقيقة
يعني مجلس أعلى للثقافة كأعضاء ما لهمش علاقة، لأن في لجان هي اللي قامت بده، لكن اللجان في تشكيلها أنا أعتقد يعني إنها كانت قريبة المزاج، فبالتالي قدمت قوائم ما بتمثلش التنوع المفروض إنها تقدم فيه القوائم. لكن إيه يا أستاذ طارق أبرز تحقيق صحفي تناولت من خلاله جوائز الدولة وكان له تأثير فعلي ومباشر على تغيير هذه الآلية؟ عمل ضجة يعني كبيرة وقتها. الحقيقة كذا تحقيق، منهم التحقيق الخاص بأنه الإلحاح على عدم تصويت قيادات وزارة الثقافة، الحقيقة ده كان سلسلة من التحقيقات وانتهت بنجاح. تحقيق تاني الحقيقة كان لطيف جدا، أنه في سنة من السنين تم رفع قيمة جوائز الدولة، ولكن لما المجلس الأعلى للثقافة أعلن جوائز الدولة أعلنها بالقيمة المالية القديمة، لكن أنا كان عندي وجهة نظر أنه القانون بيتكلم دايما على فكرة اللحظة، يعني لحظة التصويت كان القانون أقر مش لحظة الترشيح، فأنا أصريت أن لحظة التصويت هي اللحظة اللي بينطبق عليها القانون، وفعلا جات فتوى من مجلس الدولة في الوقت ده بعد تحقيق الدكتور جابر عاشور الله يرحمه، يعني بعت لمجلس الدولة يفتيهم أيهما الأصح، وكان وجهة نظر هي الصحيحة، وتم تعديل القيمة المالية للفائزين بجائزة الدولة التشجيعية في الوقت ده والتقديرية. الكاتب الصحفي الأستاذ طارق الطاهر، رئيس تحرير جريدة الأخبار أخبار الأدب سابقا ورئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.